طيب احنا متعودين مع حضراتكم برضو بنحاول كل يوم الصبح نعرفكم على بعض التمارين الرياضية. هنروح دلوقتي مع كاميرا اكسترا نيوز في بث مباشر، هنتعرف فيه على اهم التمارين الصباحية اللي ممكن نقوم بيها في بداية اليوم عشان نقدر موجود نحافظ على نشاطنا في شغلنا، نحافظ على لياقتنا. وبينضم لنا الكابتن محمد وجيه مدرب اللياقة البدنية. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير محمود، صباح الخير نهى، صباح الخير اعزائنا المشاهدين. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا كابتن. يعني نهى بقى عندها تساؤلات النهارده وعندها هي اللي تبدا مع حضرتك النهارده. صباح الخير يا كابتن. كان في سؤال دايما كنت الناس بتسال عليه، يعني هو اسباب الالام اللي بتحصل بعد التمرين او في بدايه ممارسه الرياضه او العوده بعد انقطاع لممارسه الرياضه، بيبقى في العضلات بيحصل الام في المفاصل والعضلات، ايه السبب الرئيسي وازاي يتفادوها؟ صباح الخير. اولا الالم اللي بيحصل ده بيكون نتيجه ترسب حاجه اسمها اللاكتيك اسيد. اللي بيحصل ان احنا لما بنرجع نمارس رياضه او بنبدا نمارس رياضه او بنعمل مجهود زياده عن اللي احنا متعودين عليه، بيبدا جسمنا يفرز حاجه اسمها اللاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك اسيد. ده بيحصل نتيجه حرق الجلوكوز في الجسم. طيب ايه السبب الرئيسي ان ده بيحصل؟ لو عملنا مجهود زياده عن اللي احنا متعودين عليه، يعني لو انا مثلا متعود امشي كل يوم مسافه معينه في الشارع، لو انا زودت المسافه دي شويه هحس باللاكتيك اسيد. لو انا مش متعود ان انا اشيل وزن مثلا بتمرن بيه او ريزيستنت باند وبدات اتمرن بيه، هيحصل اللاكتيك اسيد، وده بيحصل لحد ما جسمي يتاقلم على المسافه الجديده او الوزن الجديد او النشاط الجديد اللي انا بعمله. وبالمناسبه مش لازم يكون تمرين، ممكن يكون مثلا انا بشيل حاجات معينه في البيت، بنظف البيت، بعمل اي نشاط يومي طبيعي عندي بس ما بعملوش بصوره متكرره، ففي الحاله دي بيبدا يظهر اللاكتيك اسيد. طب هو عباره عن ايه؟ اللاكتيك اسيد هو حمض الجسم بيفرزه نتيجه حرق الجلوكوز، وبيبدا لما ادخل في مرحله النوم هو بيكون حمض اللاكتيك اسيد بيمشي مع الدوره الدمويه بتاعه الجسم. لما باجي انام ضربات قلبي بتقل، فطبيعي الدوره الدمويه بتاعتي سرعتها بتقل شويه، فبيحصل ان اللاكتيك اسيد بيبدا يغطي العضلات، بيعمل كفر او بيعمل غطاء على العضلات بتاعتي. فلما باجي اصحى من النوم واتحرك اليوم اللي بعده بحس ان في وجع وفي الام في العضلات، ده نتيجه ان في كفر او في غطاء من اللاكتيك اسيد مغطي العضله بتاعتي. طيب في ناس كتيره جدا بقى تيجي تقول له تعالى اتمرن تاني او روح اتمرن تاني عشان تتخلص من الالم ده، يقول لك لا لما الوجع يروح. مبدئيا الالم مش هيروح من عندي الا اذا ضربات قلبي وسرعه الدوره الدمويه بتاعه جسمي رجعت تاني لسرعه مقاربه للي حصلت امبارح في التمرين او في النشاط اللي انا عملته امبارح. اذا انا لو تجنبت ان انا اتمرن عشان اريح عضلاتي، انا ممكن افضل بالوجع ده من 4 أيام لاسبوع. لكن لو رحت اتمرنت تاني يوم او حتى كنت بعمل نشاط يومي فحبيت اعمل شويه تمارين في البيت علشان يعلوا ضربات قلبي تاني ويزودوا سرعه الدوره الدمويه بتاعه جسمي، في الحاله دي هنلاقي ان احنا بنخلص من الوجع في خلال 24 ل 48 ساعه. طيب كابتن، في النقطه دي برضو احنا عارفين ان الحمض ده، يعني لما انا كنت بروح اتدرب في الجيم مثلا كان الكابتن برضو بتاعي يقول لي ما تريحش كتير، خش التمرين اقصى حاجه 30 ثانيه او يعني رقم كده عشان برضو ما يتتاثرش بشكل كبير. يعني مش بس فكره ان انا لو بطلت لليوم اللي بعده ده، هو كمان يستحسن ان انا ما اقعدش فتره راحه بين كل ست او بين كل عده وعده. الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. وكنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان كل هدف انا بحطه لنفسي بحتاج معاه عدد ثواني راحه معين. يعني قلنا احنا لو عايز اعمل هايبرتروفي، لو عايز اعمل ضخامه عضليه، لا هاخد راحه ما بين 60 ل 90 ثانيه. طب انا لو بعمل تحمل هاخد من 30 ل 45 ثانيه. طب انا لو اتمرن سرعه باخد من 3 ل 5 دقائق راحه. فحسب التارجت بتاعي انا بحدد الشده بتاعت الاوزان بتاعتي قد ايه، وبحدد فترات الراحه بين كل مجموعه والتانيه قد ايه. كمان يا كابتن انا كنت عايزه ازود على كلام حضرتك ان اللي بيقلل الحمض اللاكتيك اسيد من البوتاسيوم او ممكن يتاخد عن طريق فيتامين او عن طريق الموز. يعني ناس كتير يقولوا اتمرنوا قبل ما تتمرنوا وتاكلوا موز لان ده بيزود البوتاسيوم فبيقلل من اللاكتيك اسيد، عشان الواحد وهو بيتمرن لو الاسيد الحمض ده زاد عليه بيخليه يقف عن التمرين اصلا، ان هو بيبقى وجعه جامد. يعني
هو فكرة الموز إن إحنا بناخده عشان يحصل انقباض وانبساط للعضلة بطريقة مظبوطة، ما يحصلش كرامب أو ما يحصلش انقباض عضلي مفاجئ اللي هو الشد العضلي اللي بيحصل في وسط التمرين. فعشان كده بناخد بوتاسيوم من الموز قبل التمرين عشان نتجنب الجزئية بتاعة الكرامبس أو الانقباض العضلي المفاجئ. فهي دي الفكرة في الموز أكتر.